فيتنامكم صح؟ في حدا مش مبين عنده الدوسية؟ مبين يا دكتور. مبين. طبعا هون عشان تكونوا بالصورة، شو اللي مطلوب في هذه الدوسية؟ بهمني أنا نعرف اللي أخذناه في المادة، وشو هي المهارات الهجومية، المهارات الدفاعية طبعا في كرة السلة، شايفين هذه الأشياء كلياتها أخذناها طلعنا عليها. عندنا بهمني كمان نكون عارفينها، هذه كمهارات دفاعية وهجومية نكون فاهمينها. مراكز اللاعبين أخذناهن، حكينا مركز رقم 1، مركز رقم 2، هذول مهمات إنكم تكونوا عارفينهن، شايفينها هي أمامكم. برضو مراكز اللاعبين 5 مراكز، شو كل مركز. أهم من هذا الحكي كله إنك تكون عارف اسم كل مركز من المراكز، يعني شو اسم مركز رقم 4 في الإنجليزي، بدك تكون فاهم في الإنجليزي. أوكي طيب، وهي المراكز صورة إلهم كيف بتوزعوا على ملعب كرة السلة في الحالة الهجومية. هذه في الحالة الهجومية، هي المراكز في كرة السلة حسب كل رقم وشو اسم هذا المركز. الآن شو الخطط الدفاعية والهجومية في كرة السلة؟ في خطط دفاعية وهجومية، في استراتيجيتين للدفاع. شو من استراتيجيات الدفاع؟ اللي هو دفاع المنطقة، ودفاع اللي هو المان تو مان، اللي هو الرجل لرجل. ماشي، هذولا استراتيجيتين للدفاع، وكمان في استراتيجيات برضه للهجوم لقدام. هذولا بدنا نكون عارفينهم، استراتيجية الدفاع أو استراتيجيات الدفاع. في عنا استراتيجيتين ثنتين، دفاع المنطقة المان تو مان، دفاع الرجل لرجل، ودفاع المنطقة الزون ديفنس. هذول لازم تكونوا برضه عارفينهم من الناحية النظرية. وكمان في عندك نقطة من النقاط المهمة، إنه إيش شو التكتيك الهجومي في كرة السلة، أو ماهية التكتيك الدفاعي والهجومي، شو يعني أهميته، شو ماهيته، شو ليش بنعمله، شو بيعمل الفريق. بدي بس تفهمه فهم، يعني نكون فاهمينه مش بدنا نحفظه. هاد اللي هي ماهية اللاعبين المدافعين والتكتيك الدفاعي والتكتيك الهجومي. طيب شو أساسياته، شو أساسيات التكتيك؟ بنقاط، في تكتيك فردي هجومي، وفي عندنا التكتيك الفردي الدفاعي، وفي عندنا التكتيك الجماعي، وفي عندنا التكتيك الجماعي الدفاعي. هلا انا بجوز اجيب لك صح وخطا عن هذول، بدك تكون فاهم كل واحد فيهم شو يعني تكتيك جماعي، تكتيك جماعي دفاعي، الدفاع ضد التمرير والقطع والالعاب الستار. هذول بدك تكون فاهمهم، او مثلا بجوز اجيب لك من انواع التكتيك الهجوم المنظم ايش هو، بدك تقول لي ايش انواع التكتيك الهجوم الدفاع المنظم. ماشي، بدنا نكون فاهمينهم على اساس ان نجاوب على اي شيء فيهم. ما بدي تحفظهم حفظ، بس افهم اسمائهم. يعني التكتيك الفريقي، الفريق الهجوم مثل الهجوم الخاطف او الهجوم الدفاع ضد، والهجوم ضد دفاع المنطقه. اما التكتيك الفرقي الدفاعي، دفاع الرجل لرجل، يعني انك تدافع في دفاع رجل رجل او فول كورت بسموه الدفاع اللي هو الضاغط. اوكي، هذول برضه بدكم تكونوا فاهمينهم. ماهية الدفاع وفلسفته، شو ماهية الدفاع وفلسفته؟ ان هنا اسس، يعني بهم نتركز هنا على الاسس الدفاع في كرة السلة. شو هي الاسس اللي مركز عليها في الدفاع في كرة السلة؟ اول شيء الدفاع الفردي والدفاع الجماعي. شو الاشياء اللي لازم نركز عليها؟ هنا بدنا نركز على هذول. شو يعني دفاع فردي؟ تحريك الذراعين، تحريك القدمين، دفاع لاعب ضد لاعب. دفاع الجماعي، الدفاع كفريق كامل متكامل، كتلة واحدة. عندنا كمان هذه أخذتوها في سلة واحد، أساسيات الدفاع الفردي، وقفة الاستعداد، النظر، أنواع الوقفات. ما تركزوا عليها بالدرجة الأولى، ما بديش تركيز عليها كثير قد ما حكيت. أنا بدي تركزوا على الأشياء اللي فوق، اللي له علاقة في التكتيك الفرقي الفردي، هذولا نركز عليها. هذه مش ذات أهمية كثير إنها نركز عليها. أنواع الوقفة، حركات الدفاع، الحركات الدفاع القطري أو المائل، المكان الدفاعي، هذول أخذناها في سلة واحد. لغة المدافعين أخذناهن، هذول طلعوا عليهن مهمات. هسا شايفينهن، سامعيني شو بحكي شباب صبايا؟ تمام، شايفين؟
إذا في لغة للتحدث بين المدافعين، لغة محادثة، تبادل المدافعين، السويتش أخذناها، الهلب المساعدة، الريباوند، الحجز الدفاعي، السكرين، في عنا دفاع اللي هو الديفنس. طب مين بقول لي السكرين كنا شو مالها؟ مهارة من المهارات الدفاعية؟ لا الهجومية. هجومية. بس هون شو احنا بنقول؟ لغة التحدث بين المدافعين، أما ينعمل على المدافعين سكرين لازم يحكوا. يعني السكرين عشان تنتبهوا إنه السكرين هجومي مش دفاعي، بس إذا عمل على المدافع سكرين لازم يحكوا بين بعضهم، أوكي؟ لازم يكونوا فاهمين ويحكوا بين بعضهم. واضح؟ إذا هذه الأشياء بدكم تكونوا برضو فاهمينها، لأنه أخذناها في أساليب الدفاع، الدفاع ضد التصويب، ضد التمرير إلى آخره، برضو أخذناها في سلة واحد وسلة اثنين. بديش تركزوا عليها بالدرجة الأولى، يعني تعطوهاش اهتمام كبير في الدرجة الأولى. يعني أهم إشي زي ما قلت لكم إني بدي تكونوا فاهمين سلة اثنين في الأشياء اللي أخذناهم في سلة اثنين أكثر إشي. أوكي. عندنا كمان هون أنواع الدفاع ضد التصويب السلمي، ضد المدافع. هذه بديش تحفظوها، ما تحفظها، ما تحفظ هذه الأشياء كلها، النقاط هذه ما بدي تحفظها، بدي تفهمها. اللي فهم سلة اثنين وشاف كيف المحاضرات وكيف طبقنا للتصويب وكيف طبقنا السكرينات والحجز والدفاع وكيف شرحنا السلة اثنين، الدوسية بتصير بس فقط معارف أساسية عشان تذكرك، ما بدي تحفظ هذه النقاط كلها أخذناها في سلة واحد. هذه خطوات فنية سلة واحد، اللي بدي إياه بركز لك عليه قاعد بقول لك ركز عليه ومهم. شايفين كيف؟ خطط الدفاع مهمة، خطط الدفاع بديش تحفظها حفظ، بدك تكون عارف مثلا في خطة دفاع الرجل لرجل مان تو مان، وفي خطة دفاع عندنا دفاع اللي هي المنطقة تشكيلاتهم. هسا عوامل مهمة هذه في سلة واحد، العوامل ما بدي إياها كمان، ما بدي تركز عليها بالدرجة الأساسية، بدي تكون عارف شو هي الخطط الدفاعية، نقاط القوة والضعف برضو أخذتها في سلة واحد، ما بدي تركز عليها بالدرجة الأولى. هون أنا بدي نكون عارفين إنه شو هي أنواع الدفاع في كرة السلة الجماعي. إذا هي التشكيلات، في عندنا 2 1 2 مثلا، 3 2 2 3، هذا دفاع بسموه دفاع المنطقة. إذا هذا مش كنا في استراتيجيتين للدفاع، في استراتيجية بنسميها استراتيجية دفاع المنطقة وتشكيلاتها 2 1 2 3 2 2 3، والاستراتيجية الثانية اللي هي استراتيجية المان تو مان اللي بتلعب فيها في كرة السلة رجل لرجل. هذه التشكيلات الدفاعية ميزاتها حسب كل تشكيل شو ميزته عيوبه، برضو ما بدي تركز عليها، بدي تكون بس عارف شو التشكيلات، شو أنواع دفاع المنطقة، شو دفاع المان تو مان. هاي تشكيلات دفاع المنطقة محطوط عليها ميزات، زي ما قلت لكم بدي تفهمهم فيهم، مش بدنا نحفظهم. شايفين سامعيني شو بحكي؟ هذه مثلا 1-3-1 في لها ميزات وفي لها كدفاع ميزات وفي لها عيوب كمان في نفس الوقت، بس ما بدي نحفظها حفظ. كمان هون عندنا نفس الشيء كله، هذا عن الدفاع 3-2، 3 قدام 2 ورا، هنا 2-2-1. اوكي هلا هيها هون تلخيص للي حكيناه فوق. التشكيلات الهجومية كيف ممكن تكون، تشكيلات دفاعية كيف ممكن أنها تكون موجودة عندك. هذا جدول بوضح لك شو التشكيلات الدفاعية. الاستراتيجية الثانية من الدفاع اللي هو المان تو مان، الرجل لرجل، حكينا عنها دكتور كمان كثير. إيش؟ بدي أسأل سلام. في التشكيلات الدفاعية، ولما قرأت الدوسية قبل كم من يوم كان مكتوب في إشي اسمه منطقة الجناحين. شو هو؟ الجناحين شو الجناح؟ انت بتحكي كرة يد؟ ايش الجناحين؟ التصويب من أمام الجناحين، مكتوب من عيوب تشكيلة. مكتوب من عيوب، وين مكتوبة؟ فرجيني. أنا إذا بدي أشوف بس الصفحة. شوف الصفحة. اوكي
هذا كمان زي ما حكينا أنواع الدفاع أو النقاط اللي حكينا عنها. نفس الشيء عن دفاع المنطقة زيه زي دفاع اللي هو المان تو مان، هاي تدريبات عليها. هذول زي ما حكيت لكم ما بدي تحفظهم حفظ، بدي تركز على أساسياتهم، بنفهمهم بس فهم مش دون نحفظهم. هاي كلها تمارين عليهم. دكتور صفحة 19. صفحة 19. صفحة 19. وين 19؟ أوكي، النقطة 3. عند عيوب التشكيلة. نقطة 3. إيش المطلوب فيها هاي؟ لا، نقطة الثانية إنه يساعد المهاجمين على التصويب من أمام الجناحين. يعني إيش هي أمام الجناحين؟ شو هاي المنطقة؟ عيوب التشكيل اللي هي اول شيء التشكيل 2 3، هذا 2 قدام و3 ورا. طيب، ضعيف في الدفاع، وسط المنطقة المحرمة. اوكي، يساعد المهاجمين على التصويب من امام الجناحين من جوار ومن جوارهم هون. يعني هذا شو عيوب التشكيل هذا؟ بيلعبوا 2 قدام، هيهم هي 2 قدام مدافعين و3 ورا. هسا لو جيت سألتك قلت لك هذا التشكيل شو العيوب الموجودة فيه؟ أول شيء العيوب الموجودة فيه هذا ضعيف في المناطق اللي هي على الجناحين، هي احنا بنسميهن مش الجناحين، احنا بنقولهن بس هنا حاطين حسب الترجمة، احنا بنسميه الويك سايد والسترونج سايد. في هذه المناطق اللي هي محل الإكسات، هذا المنطقة، وفي عندنا هذه المنطقة، وفي عندك احنا كمان ما نزلناش لهون، وهذه المنطقة هون، وفي كمان لهون. هذه المناطق من عيوب الدفاع اللي بنحكي عنه هون، هذا اللي هي يساعد المهاجمين على التصويب من امام، يعني ممكن انهم يصوبوا من هذه المناطق بدون ما انه حد يدافع عليهم المهاجمين. ليش؟ لانه هذه المناطق تطلعوا فيش حدا بغطي عليها منيح، بتكون فاضي. يعني اذا بده يجي هذا هون يغطي رقم اثنين بصير محله فاضي، فبصير ممكن واحد ثاني يجي يشوط من المنطقه هذا، او رقم محل رقم واحد نفس الشيء. اذا هاي ثغرات وضعف في التشكيل هذا. كل دفاع فيه له عيوب، لكن انت بتختار كمدرب الدفاع بناء على شو؟ بناء على الفريق شو اللي بيلعب قدامك. انت بتختار ان الدفاع المناسب بناء على طريقة الدفاع او بناء على طريقة الهجوم اللي بيلعبها الفريق اللي قدامك. اذا الفريق اللي قدامك بيلعب مثلا هجوم 2 قدام 3 ورا، او 1-1-3-1، انت بتختار إشي دفاع معاكس له. يعني بتطلع شو فلسفة المدرب بيلعب هجوم، انت بتحط له فلسفة دفاعية معاكسة للطريقة اللي بيلعب فيها. فهذا المقصود انه يساعد المهاجمين على التصويب من امام ومن جوارهم، بمعنى هاي من هذه المنطقة هي جوارهم، وهاي المنطقة ومن امامهم، لانه ضعيف اصلا بيقدروش يسيطروا على المهاجمين بالطريقة هذه. فهي المقصود في هذه النقطة. تمام، خلص فهمت. شكرا اوكي، دكتور. هسه هذا بالنسبة لعيوب التشكيل. هذا احنا بنكمل هون. سوف عندنا الهجوم الخاطف. الهجوم الخاطف بدنا نشوف شو أسس نجاحه، مراحله. بديش تحفظوه، تفهموه فهم، يعني افهموه فهم، لأنه يعني الهجوم الخاطف مش راح يجيكم عليه أشياء كثيرة، لانه ما اخذناش عليه كثير. يعني يفترض كان اخذنا اكثر من اشياء عليه منيحه، لكن ممكن ما يعني ما نقول ذات اهميه ان نيجي نحكي عنه في هذه الشغلات الاساسيه. مهم جدا انه تكونوا فاهمين وبس شو الهجوم الخاطف في كره السله واسس نجاح. اوكي، هذه الاشياء اللي بدنا نقول، هاي صور له. الان شايفين المصطلحات هذول مهمات. هذول المصطلحات في كرة السلة، اللي بيلعب كرة سلة لازم يكون فاهمهم. مهم تعرف المصطلح في الإنجليزي وتعرفه في العربي. واضح؟ هذول مهمات، جدا مهمات كمان، وجاي عليهم سؤال، في إشي راح يجي عليهم. ماشي؟ أوكي، طيب. هلا في بس شغلتين أساسيتين. مين فيكم بكل لي إحنا بجوز ما حكيناش، ما كانش معنا الوقت الكافي وكنا بناخذ محاضرات طويله، ما كان معنا
اللي هي قصة إنه إيش يعني الفريق يخسر المباراة بالإخفاق، وإيش يعني الفريق يخسر المباراة بالانسحاب. مين بقول لي في حد عنده فكرة عنهن؟ أخذناهن في سلة واحد. شو رأيك؟ دكتور، اللي بتذكره انه مش عدد السكورز اللي بحدد الخاسر والفايز، انما يا اما اخطاء بالفريق او اما لما بقرر الفريق انه ما يكمل المباراة. اخفاق كيف كمان مرة عديها الاخفاق. الاخفاق مش متأكدة، بس ما بصير في اخطاء كثيرة على الفريق او اما انسحاب يعني علني من الفريق. طيب عشان تكونوا بالصورة كيف الاخفاق والانسحاب. الاخفاق الفريق بيخسر بالاخفاق بنتيجة، طلعوا شو هي النتيجة دايما وكيف يعني الإخفاق. هسا بنفهمها، بس بدنا نشوف شو النتيجة اللي دايما بيخسر فيها الفريق بالإخفاق. يخسر الفريق بالإخفاق بنتيجة 2-0، نقطتين مقابل صفر. طيب كيف إذا أجا فريق على الملعب وكان معوش إلا 5 لاعبين؟ إذا تبدأ المباراة، أول شيء بتبدأ المباراة فقط إذا تواجد في أرض الملعب 5 لاعبين. إذا أجوا 4 لاعبين ممنوع تبدأ المباراة. إذا لازم تبدأ مباراة كرة السلة 5 لاعبين. وين بتبدأ صلاحية الحكم؟ قبل ما تبدأ المباراة. طلع حكم المباراة بتبدأ صلاحيته قبل ما تبدأ المباراة ب20 دقيقة. قبل ما تبدأ ب20 دقيقة. طب دكتور ممكن تصير في أخطاء، يعني المباراة مش شغالة. طيب ممكن تصير في أخطاء للاعبين وهي المباراة مش شغالة؟ في حدا ممكن يجاوبني على السؤال؟ كيف يعني؟ لاعبين بيحموا لسه مش شغال المباراة. طيب ممكن لاعب يعمل خطأ معين وهي المباراة مش شغالة؟ في حدا ممكن يجاوب؟ كيف ممكن يصير؟ كيف مثلا ممكن انه يشتم لاعب من لاعبين الفريق الثاني، يتجادل اسمه. احسنت، اذا هذا خطأ. طب ما انت دكتور بتكون اذا خطأ ماشي، اذا شو نوع الخطأ هذا اللي حكيتيه؟ سوء سلوك. خطأ فني، ممتاز متفقين. طيب يا دكتور ما هي المباراة مش شغالة. أوكي مظبوط مش شغالة. طب وكمان في نفس الوقت بتكون صلاحية حكم كرة السلة بتبدأ قبل المباراة ما تبدأ، قبل ما تبدأ المباراة ب20 دقيقة. معناته الحكم إذا المباراة بدأ تبدأ على الستة بصير له صلاحيات يحكم أي إشي بده إياه إذا شاف في إشي غلط. ماشي. طيب في لاعب شتم لاعب زي ما حكيته، اذا الحكم اجى سمعه شتمه مش شغال المباراه، ممكن يعطيه تكنيكال فاول. طيب اعطاه تكنيكال فاول، طب شو طب في هيك حاله، طب اخذ تكنيكال فاول هذا اللاعب، طب المباراه مش شغاله، كيف ينفذ التكنيكال فاول؟ مين بيقول لي؟ طب المباراه مش شغاله تسجل عند اللاعب انه صار في خطا. طيب شو عقوبه التكنيكال فاول؟ طرد. لا طرد مالك، هو المفروض لا ضربتين حرة. هل ضربتين طاطا تركز، وهذول جايز ديروا بالكم راح اجننكم فيه في الامتحان، راح يجين بدكم تفهمون زي ما الجداد في القانون. الاخطاء جايات من هسه، بقولكم الاخطاء جايات، مخالفات جايات، اشارات جايات، حرة مع عدم استحواذ. مع ايش؟ مع عدم استحواذ، فيش استحواذ الفريق للكرة. ما خاف دمك، ليش مش استحواذ؟ ما استحواذ، اشرحها يا محمد صافي، كيف فهمنا اياها؟ رمي حره مش ذنب الفريق يخسر طابه، رمي حره اتفقنا. الطابه لمين بتروح؟ للفريق الخصم مش للخصم. قلنا في التكنيكال فاول عباره عن رمي حره والكره بتروح للفريق اللي كان مستحوذ عليها، لأنه مش ذنب الفريق كامل إنه ياخذ. ما أنا شو حكيت يعني؟ 100% مش ذنبه. شو ذنبه؟ طيب مش ذنبه. هسا إذا اللي كان بعمل، طلعوا انتبهوا، اللي كان بعمل التكنيكال فاول، اللي كان بعمل التكنيكال فاول اللي هو المدافع، مدافع كان عمل في تكنيكال سب على لاعب أو شيء، هنا بصير زي ما كنا رمية حرة
وبتروح الطابه للمهاجم. طب اللي عمل اذا عمل التكنيكال فاول المهاجم، المهاجم عمل تكنيكال فاول، واحد المهاجمين تفلسف على الحكم، بتصير هنا رمية حرة للفريق المدافع وبترجع الكرة لمين؟ للمهاجم. شرحناها، مش فاهمينها؟ شرحت لنا يا دكتور. شرحناها واضحة، واضحة الطلعة، بتكون تفهموا اشي واحد. الحكي كل، اقسم بالله كل الحكي اللي حكيت لكم اياه في المحاضرة وفي الامتحان العملي وجبت لكم اياه كله جاي في على هذا. بدي تركزوا الاخطاء، المخالفات، الاشارات اللي حكيت لكم اياها هسه في الدوسيه. الدوسيه تركزوش عليها كثير، تعطوهاش اهتمام كثير، ما بدها تعطوها، اعطوها الاشياء اللي ركزت، الاستراتيجيات في الدوسيه، مراكز اللاعبين. بدي تركزوا لي كمان على المصطلحات اللي في الانجليزي اللي حكيناها، الاستراتيجيات الدفاع والهجوم، الاشياء هذه كامله. الدوسيه جاي عليها إشي بسيط مش كثير، لكن القانون اللي حكيته، اللي حكيته مخالفات، القواعد، القانون، الازمنه، فيش شيء غريب عجيب راح يجيك الا كلياته حكيت لكم اياه. لكن انا بقول لكم هسه بفهم فيكم شو يعني انه لاعب اخذ تكنيكال فاول. يعني بجوز اجيب لك سؤال، حكم لي هذه الحال، لاعب اخذ تكنيكال فاول قبل ما تبدا المباراه، ما بداتش المباراه، شو بتقول لي؟ العقوبه تكون كالتالي، في لحظه لسه مش شغال المباراه، في لحظة بداية المباراة قبل ما تبدأ المباراة بيقوم الحكم بيعطي رمية حرة للفريق اللي لازم يعني يشوط على سلة الفريق الخصم، وبعدها بيقيم الطابة لمين بيعطيها. يلا تعال نشوف مين الذكي. للفريق الثاني يا دكتور. غلط. رمية بداية عادية. بعمل الكرة يا دكتور. ايش ايش؟ واحد بيعمل القرعة. شو؟ ايش؟ بيعمل القرعة. لا هي لانا، لا فيش قرعة في كرة السلة. رمية البداية. كرة فاوز. كرة كاوز. ممتازة، ممتازة. ايوه اللي هي البداية، اللي فطافتها فيش بداية، كرة القفز. مباشرة الحكم بيعمل كالتالي، بيعطي اللاعب اللي له التكنيكال فاول وشوط على سلة الفريق الثاني بشوط. وبعدها بروح لكرة قفز. طيب دكتور ليش كرة قفز؟ كرة قفز لأنه ممنوع لعبة كرة السلة إلا تبدأ بكرة قفز، ممنوع. ما هي المباراة مش بادية. هسا لو كانت تكنيكال فاول خلال المباراة كان بيكون الإشي مختلف. كيف مختلف؟ إن كان بتروح حيازي، حيازي لهذا الفريق أو للفريق اللي كان مستعود عليه. وضحت؟ إذن شو يعني إنه التكنيكال فاول صار هون أو صار هون أو قبل المباراة أو بعد المباراة؟ الآن بنرجع ل كنا لخسارة الفريق بالإخفاق. يعني الفريق اللي بيخسر في الإخفاق بنحطه 2-0، 2-0. طب كيف بالإخفاق؟ لازم تبدأ مباراة كرة السلة بخمس لاعبين. طيب أجعل مباراة مثلا 10 لاعبين، أوكي بيلعبوا عادي. أجعل مباراة 4 لاعبين، بظل الحكم يستنى فيهم 8 ومصيروا 5. لو بروح بجيبوا شوفير السيارة اللي جمعهم صار 5، فيش عنده مشكلة، روحوا جيبوا واحد من الشارع، فيش، المهم يكونوا 5. طيب صاروا 5 معهم مش احتياط، بلشت المباراة، كديش عدد الأخطاء المسموحة على كل لاعب؟ اللاعب كديش مسموح له يأخذ؟ 5. 4 أخطاء والخامس بيطلع. مظبوط. مظبوط. طيب انتبهوا، لاعب أخذ 5 أخطاء، صاروا كديش في الملعب؟ 4. القانون بقول لك لازم ينزل محله واحد. طيب الفريق جاي بس مع 5، تستكمل المباراة ولا لا تستكمل؟ لا تستكمل لأنه ناقص الفريق. إذن هنا بنقول كالتالي، انتبهوا عشان نميز. في كرة السلة لازم تبدأ المباراة بخمسة، لكن إذا بدت المباراة في 5 وبعدها صار يتناقص اللاعبين تستكمل. كيف يعني يا دكتور؟ يعني لاعب اخذ 5 اخطاء طلع، لازم ينزل محله. اذا فيش محله لاعب، شو دخل القانون او الفريق الثاني؟ بقول لك الفريق يتحمل مسؤوليته، اذا تكمل اللعب، بصيروا 5-4 يلعبوا. بعد دقيقتين 3 رد كمان لاعب من الفريق الثاني، هو نفس الفريق اللي نقص عدده، رد كمان لاعب اخذ 5 لاعبين، صاروا قديش؟ صاروا 3-5. تستكمل.
بتضلها كمال شغالي بعد 10 دقائق رد كمان لعب نفس الفريق اخذ 5 اخطاء وطلع صاروا 5-2 تكمل بتكمل الان صاروا بس 2 هسه بمجرد اذا نقص عدد لاعبي الفريق هسه هذا الفريق بنسميه مخفق اذا رد كمان لاعب نقص او كمان لاعب اخذ كمان 5 اخطاء هنا بنقول يخسر الفريق بالاخفاق يعني اذا قل عدد لاعبي الفريق عن 2 عن 2 بنقول الفريق خسر في الاخفاق فهمتوا شو يعني في الاخفاق فهمتوها ولا ما فهمتوهاش اه دكتور اذا قل عدد لاعبي الفريق عن لاعبين الفريق يخسر بالاخفاق طيب طب يخسر بالاخفاق طب دكتور لو كان هذا الفريق اللي قل عدد لاعبيه عن 2 كانوا فايزين 70-50 على الفريق اللي مكتمل شو تسجل هون النتيجه خسران 2-0 انا ايش ترجع 2-0 2-0 لمين للفريق اللي مكتمل الاحسن للفريق المكتمل لكن اذا كان الفريق المكتمل فايز 70-50 هو شو تسجل النتيجة؟ 70-50 أحسن هذا اللي بدنا نوصل له إذن إذا كان الفريق المخفق كان فايز هيك يعني بدنا نقول كان فايز تسجل 2-0 ضده أما إذا كان خسران بتضل النتيجة زي ما هي نيه ماشي وضحت معنى الإخفاق هو أن يقل عدد لاعبي الفريق عن 2 وتسجل النتيجة 2-0 للفريق اللي بيكون فايز عفوا للفريق الاخر اذا كان الفريق المخفق فايز اما اذا كان الفريق المخفق خسران تسجل النتيجه كما هي للفريق المكتمل وضحت ماشي اوكي هذا الاخفاق الان بالانسحاب اذا فريق بده ينسحب محتاج على قرار الحكم حكم بده ينسحب شو النتيجه تسجل له 20-0 نتيجه الانسحاب 20-0 يعني 20 نقطة مقابل 0 للفريق اللي منسحب. طيب إذا كان فايز إذا كان لا 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 بجوز بدوش إذا كان فايز أو خسران فايز خسران في نص اللعبة قبل المباراة احتج أي شيء 20-0 20-0 ماشي تمام 20-0 تسجل ضد الفريق المنسحب انسحب احتج على الحكم ما عجبوش إشي ما عجبوش قرار إلى آخره أوكي بس هذولا كان لازم فقط أنوه لكم إلهم لأنه أنا ما كنت منوهن أو حاكي عنهن لأنه المهمات في كرة السلة واضح؟ الإشارات التحكيم حكينا عنهن بما فيه الكفاية وحكينا عن التحكيم بشكل عام الأشياء التحكيمية اللي بشكل عام مثل قواعد التحكيم المخالفات الأزمنة قاعدة 3 ثواني 10 ثواني 8 ثواني 24 ثانية بداية المباراة فترات التايم أوت فترات الراحة الوقت المستقطع الأشياء هذه كاملة كلها تحكينا عنها بالتفصيل حكينا لكم عنها بإسهاب كامل وحكيناها في كرة سلة القانون شايفينه 600 صفحة ولا 60 صفحة ولا 70 اللي بحفظه أنا بحفظوش فهموا شو بحكي بحفظوش لكن أنا فهمته كيف من الحكي اللي حكى لي الدكتور اللي كان قبلي كيف أنا كنت أخذ ما زيكم هيك دكتور بكى يقول لي مثلا لعبة كرة السلة من 40 دقيقة شوطين كل فيها 5 تايم أوت 3 في الربع الأول 2 في الشوط الأول و3 في الربع الثالث في الشوط الثاني في الطريقة هذا هيك فهمته قبلت تيجي تقول لي بتحفظ 60 صفحة ولا 70 صفحة تفهمش ولا تحفظ إلا الأشياء اللي شرحت لك إياها وحكيت لك إياها في كرة سلة 2 وكرة سلة 1 لأنهن مربوطات في بعض هسه بسمعكم في الأسئلة اللي بدكم تحكوها أنا هيك خلصت كل إشي كان مطلوب أوضح لكم إياه في سلة 2 اللي بده يسأل بسمعه هيك يشكلوا انه الامور واضحه دكتور كيف طبيعه الامتحان
ايش طبيعه الامتحان؟ شو طبيعته؟ طبيعي امتحان عادي نظري، صح وخطا، دوائر، اكمل فراغات، عبي، هيك. بدك تجيب لنا دكتور طول الملعب وعرض الملعب. شو رايك اعطيك الاسئله واقول لك شو بدي اجيب لك؟ لا دكتور لازم ادرسهم ولا لا؟ طبعا بدك تدرسهم زي اسمك طول الملعب. هذه استماطة التسجيل داخلي، استماطة التسجيل مش داخلي، مش داخلي استماطة التسجيل، لأنه اللي بنزل معي سلي ثلاث، إذا نزلت سلي ثلاث بشرح لكم عن استماطة التسجيل وبشرح لكم عن الاستاتيكس أكثر. أوكي دكتور يعطيك العافية. هلا. دوسية القانون تبعت كرة السلة ندرسها كلها؟ ورا شو صار الأسبوع بحكي؟ حكيت على الأخطاء على أبصر إيش، بس ما هي كبيرة يعني، تحدد لنا الصفحات ولا كل شيء فيها؟ فيش تحدد صفحات فيها، هذا القانون بده يمر معك في وانت في المدرسة وانت في النادي. أنا قلت لك شو اللي بدي إياه، بدي الأخطاء تكون فاهمها، ما هي موجودة في القانون، عندك في القانون الأخطاء، المخالفات، التايم أوت، الأوقات المستقطعة، قواعد اللعب، قاعدة الثلاث ثواني، الثمان ثواني، العشر ثواني، الأربع وعشرين ثانية، الخسارة الفريق بالانسحاب والإخفاق موجودة معاكم، ملعب كرة السلة طوله عرضه والارتفاع الرينج والأشياء، هذه الأشياء حكيت لكم إياها، هذا اللي بدي تفهمها. بديش تفهم شو اللاعب بيلبس رقم، شو طول الرقم، وشو عرضه، وين بنحط، ما بدي هذه الأشياء. شكراً. كيف بالضبط كيف تبدأ لعبة كرة السلة، كيف بدك يعني، بجوز أجيب لكم حالات تحكيمية، حكم لي مثلاً على سبيل المثال لو سألت سؤال جبت لك سؤال كالتالي، هيك أنت حكم، حكم هذه الحالة، حكم لي هذه الحالة كالتالي، بدي أشوف لاعب قام خلال المباراة مثلاً، لاعب قام خلال المباراة بضرب لاعب آخر من الفريق الثاني، من الفريق الثاني، حكم لي إياها. جبت لك سؤال كالتالي، حكم الحالات التالية، قام لاعب من فريق ألف بضرب لاعب من فريق باء خلال المباراة، طبعاً أنا بقول لك خلاله يعني الحكم شافه يعني شايفه، شو التحكيم هذا؟ حكموا لي إياه، مين بده يحكي؟ شو بتعمل؟ دكتور أحكي؟ أحكي. أول إشي بصفر الحكام وبأشر إنه خطأ، بأشر على اللاعب، بعدين بروح على طاولة التسجيل عند الحكام أو التسجيل، بحكي رقم اللاعب وإيش نوع الخطأ، وبكون في رمي، الرمية حسب إذا كان اللاعب طالع يصوب مثلاً من 2 بوينت، إذا دخلت الكرة بتصير في رمية واحدة، إذا ما دخلت رميتان، ونفس الإشي بال 3 بوينت. ممتاز شيرين، بس في سؤال قبل الحكي اللي حكيتيه بدك تسأليني سؤال مهم لازم. إيش؟ اللي هو بدك تقولي لي شو نوع الضرب؟ طلع شو؟ أيوة. نوع مثلاً دفع. نوع الضرب. أو مسك أو. لا نوع الضرب بتوقف على نوع الخطأ. نيه؟ إذا ضرب طلعي، إذا ضرب كان غير متعمد وغير مقصود حكيك صح. لكن إذا كان الضرب متعمد وعراق وضرب وبوكسات وبعرف شيش، هنا بدي تقولي لي شو بتساوي. خطا عدم اهليه بصير هنا دكتور، خطأ عدم اهليه وخطا عدم اهليه، شو قرارات طرد على الجمهور. ايش كمان؟ كملوا لسه مش خالص مزبوط بتحكوا، بس لسه بدك تكمل كمان، بصير في رميه للاعب الفريق، بلشت تخرب شيء. شو جزاء عقوبة عدم الأهلية؟ مع هذا دليل إنه الأخطاء مناسبة كلكم إياه، الأخطاء جايات في الامتحان، جاي عليهم في الامتحان، بدكم تقرأون منيح عقوباتهم. عدم الأهلية عطاونا، شو بتحكي؟ شو رأيك؟ رميتين حرتين وطرد اللاعب. ممتاز، رميتين حرتين وطرد اللاعب وحيازة للفريق الخصم. أيوة تخرب شوش، زي اسمك الأخطاء، المخالفات، التايم أوت قديش للفريق، عددهم، الأوقات المستقطعة، عندك القواعد، قواعد كرة السلة، كل هذه زي اسمك، طول الملعب، عرض الملعب، ارتفاع الرينج، زي اسمك. أوكي
في حكينا عن اسم جهات، انه لما يصير في زي خلاف بين الحكام عن انه اذا هذا لاعب من خطا او لا، فبيرجع لكاميرا او ايش جهاز. بديش تفوتي في جزئياته، لولو احنا اللي حكينا عنه هذا البي سي ار. البي سي ار اللي بتحكي عنه ايش؟ الو وين رحتي؟ سامعيني شباب؟ سامعينك دكتور. سامعينا. هذا الجهاز بنحكي عنه اذا الحكام ترددوا في مخالفه في شيء في صافره، بيرجعوا له عشان يشوفوا القرار شو اللي لازم يتخذ في هيك حاله. اوكي. الدوسيه اللي بيسال على الدوسيه والقانون مبعوثات على ريتاج، صار لهم تقريبا اسبوعين زمان بعثت لكم اياها موجودات. شو بدكم كمان استفسار اكثر من هيك؟ يعني هيك وضحنا الشوائب المادي، كمنا هالشوائب ووضحنا لك الماده اللي مطلوبه معك دكتور. بس ارقام اللاعبين ايش يوسف؟ بس يوسف احكي يوسف بعد اعطاني. لما نقول ارقام اللاعبين للحكام، الحكم لما نقول لتعيين التسجيل، هذا نفهمه كمان؟ مش راح اجيب لك الأرقام. انا مش راح اجيب لك كيف تعد الارقام، يعني بصراحه مش راح اجيب لك إيش على الارقام. خلص تمام. بس هذا اوكي اعطوني دكتور. الحين يوم الفريق يخسر في الانسحاب بنعده اخفاق؟ مين بجاوبه؟ سؤال مهم منيح، حلو سؤالك. اذا فريق انسحب خسر بالانسحاب بنعده اخفاق؟ لا دكتور. احسن. لا. طيب عشان نميز. طلع لك علامتين يا عطاونا على السؤال هذا، روح ما يجت معك هيك عشان لا 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 عطاونا لانه طيب مين بيميز لي هسه؟ باخذ علامتين. مين بيميز لي هسه غير هذا كمان علامتين؟ روح هاي عطاوني اخذ علامتين وهسه اللي بدي. مين بيميز لي شو الفرق انه الفريق يخسر بالانسحاب والفرق انه الفريق يخسر بالاخفاق؟ دكتور انت استنى خلينا نسمع واحد واحد، ما فيش عندي مشكله بدي اسمع واحد واحد. فطفطه وبعده خالد وبعده شريف. بالنسبه للاخفاق ما هو واضح، يعني 2-0 إذا وصل لعدد واحد، يعني اللعيبة أقل من اثنين بخسر 2-0 إذا هو كان فايز في المباراة. إذا كان خسران مثلا عدد 60-40 بضل 60-40 مش 2-0. بالنسبة للانسحاب مهما كان الانسحاب النتيجة 20-0 سواء فايز أو خسران. طب أنا يعني الثنتين نفس الإشي، يعني أنا الأحسن، أنا الأحسن الفريق يخفق ولا ينسحب؟ لا يخفق. يخفق الجهتين خسران. لا يعني سمع على النادي بتكون احسن لانه اذا انسحب خلاص يعني على كل الجهات. اوكي بدنا احنا كنا في الدور هسه بدنا نسمع مرار. اجى مرار خالد بده يحكي. اشوف دكتور نفس ما حكوا مش راح اغير. ماشي. حدا بده يضيف شيء؟ في شيء حدا عنده شيء؟ حدا بده يضيف شيء؟ طيب خذوا الاشي الصح. يفضل الفريق، انتبهوا، يفضل الفريق انه يخفق وليس ومش ينسحب. ليش؟ شو السبب؟ سبب الرأي اللي حكتوه صح، بس بدي هذا السبب الاهم والاقوى. اذا الفريق ايش شفت افطار جمهور؟ لا 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 اسمعها هسه، مش مشكله هسه خلينا نسمع. اذا الفريق، انتبهوا، اذا الفريق اخفق افضل من انه ينسحب. طب دكتور ليش؟ طب هم اثنين خسرانين، صح اثنين خسرانين متفكين، لكن إذا أنت بتلعب في بطولة وفي دوري، الفريق المخفق هو خسران في كرة السلة، الفريق اللي بيفوز اطلع عليه، الفريق الذي يفوز بيعطوه نقطتين، في كرة القدم بيعطوه 3 نقاط اللي بيفوز، بس في السلة أنا لعبت أنا وياك وفزت عليك بعطيك نقطتين. الفريق اللي بيخسر في كرة السلة اللي بيخسر بيعطوه نقطة، الفريق اللي بنسحب بأخذ 0. طيب إذا أنا بقول لك أخفق معناته خسر، معناته نقص عدد لعيبته، خلص هنا خسرته أخذ نقطة. طب انسحب، انسحب ولا نقطة. طب إذا جيت تجمعت آخر السنة أو آخر الموسم النقاط
ممكن هذا الفريق اللي انسحب دفع ضريبة ثمنه لانسحابه، انه لسه لو خسر اخذ نقطة بدل ما انه ياخذ صفر نقاط. فهمتوا شو الفرق بينهن ولا لسه؟ وضحت نقطة ايوه. المخفق خسران باخذ نقطة لانه مش ايده، خلاص لاعبين بيشتغلوا لاعبين مش فاضيين، هو اجعل المباراة بطريقة قانونية ولعبها بطريقة قانونية، لكن قل العدد خلاص الحكم القانون واضح، مدام قل عددكم عليها ما قدرتوش تكملوا المباراة اخفقوا فيها، فبالتالي خسرانين عادي، ما فيش عقوبات عليكم، تخسروا عادي، خسارة عادية بتاخذوا نقطة. لكن المنسحب أول شيء طلع شو على المنسحب، بأخذ صفر نقاط، بتخسروا 20-0، زائد ممكن حرمان، ممكن عقوبات على النادي، ممكن جزاءات، ممكن إلى آخره، حسب الاتحاد والقوانين واللوائح. هذا بس للتوضيح بين النقطتين، وشكرا لك عطاوني على، مش فاهم منين جبتها هذه، أول مرة بشوفك هيك. أوكي، إشي تاني وضحات الأمور دكتور؟ يعني دكتور جوابي غلط فيش علامتين؟ لا طبعا فيش علامتين، فيش اللي أعطونا ولا أنا بدي اللي إيش اللي حكيته. أنا أعطونا قسم قلت نقطة أخذت للأنتي هيك، أتوقع وضحت الأمور كاملة. شي تاني؟ أوكي واضح، يعطيكم العافية، شدوا حالكم. بتمنى إيش زيادة الحينة ولا هسا بعدها مباشرة، بس 10 دقائق وبرجع لكم، بس شوية قبل ما نطلع. بتمنى من الجميع شباب، لأنه ظاهرة الغش كثيرة صارت، إذا بشوف واحد في الامتحان أو دكتور جزء تكونوا في قاعة وأنا في قاعة، إذا دكتور كلف لان غش أقسم بالله ما بنجح لا في المادة هاد ولا في أي مادة بنزلها عندي. أكره علي أشوف واحد بغش، أكره علي أشوف واحد بغش. أكل ما فيها بتكتب اللي عندك بتعمل اللي عليك، بس تغشش عندي ولا تحكي مع زميلك. إذا دكتور أجا كلي بتغش ما تلوم إلا نفسك، بحبش بني آدم واحد يغش عندي في امتحان، تغشش اعمل اللي عليك، شوف فهمته في المواقف في المحاضرة بتحطه وخلصت وخلصنا، توكل على الله. ماشي، يعطيكم العافية، خلينا نبدأ هسا كمان شوي بعد 10 دقائق لكرة اليد، على أساس نوضح بعض الأمور اللي عنده كرة يد. أوكي، مع السلامة للجميع، بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور، حياتي هلا.